السلام عليكم. إذا الشعب يوما أراد الحياة وشاء الإله استجاب القدر، قدر الشعب الفلسطيني أن يقاوم المحتلين الصهاينة بالبندقية والكلمة والرصاصة. هذا الشعب الفلسطيني الذي يقدم تضحيات جسيمة بين يدي تحرير فلسطين المحتلة، تسنده أمة عظيمة عملاقة ستنهض من غفلتها ذات ثبات وصمود إن شاء الله. شعبنا الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال بكل شيء مما يملكه من مقدرات، يقاومه أيضا بالكلمة والصورة والصوت من خلال إعلام فلسطيني وعربي وحر عالمي يعكس صورة فلسطين ومظلوميتها في الإعلام العالمي، ويحاول أن يضع الجماهير العربية وأحرار العالم في ضوء ما يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس المحتلة وفي مناطقنا المحتلة أيضا عام 48. فهذا الوطن فلسطين هو جسم واحد، ولا يمكن للفلسطينيين أن يتخلوا عن جزء من أجزاء هذا الجسم المبارك والذي يتألم منذ أكثر من 70 عاما. في هذه الحلقة ألتقيكم مع موضوع جديد يتعلق بفلسطين في مخاطبتها للعالم ولأحرار العالم بعد فاصل قصير. مش رح ابقى لاجئ، مش رح ضل عايش في الملاجئ، ويسمع هالعدو كل متواطن، إلنا الدار ورح ترجع لاصحابه، إلنا الدار ورح ترجع لاصحابه. رجع حقي إلا زنادي، ونخلع هالمحتل من شروش بأيدينا، بنرابح للنافورة كل شبر بهالمعمورة، بنرابح للنافورة كل شبر بهالمعمورة. راجعنا للمنصورة المرغوبة الصوت النابة، راجعنا لحيفة عكر الرملة واليافة، من الملحة لصفصافة شو نفسي أبوس ترابة. اهلا وسهلا بكم اذا اعزائي المشاهدين في حلقة هذا الاسبوع من فلسطين، والتي نتحدث فيها عن موضوع مهم يعقد على اثره مؤتمر كبير في مدينة اسطنبول، وهذا الموضوع يتعلق بفلسطين هذه المرة، ولكن فلسطين في الاعلام الدولي كيف يجب ان تحضر، وما قيمة هذا الحضور وما مضامين هذا الحضور. هذا المؤتمر الثالث لمنتدى الإعلام، منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال التواصل، تعقد هذا المؤتمر الثالث على التوالي، ويحمل هذا العنوان المهم، وهو عنوان يطرح بين يدي عدد كبير من المشاركين كوكبة حضرت من كثير من دول العالم، قرابة 65 دولة، ووصل عدد هذه الكوكبة إلى أكثر من 800 إعلامي وصحفي يريدون أن يناقشوا كيف يجب أن تتحدث فلسطين مع العالم وتخاطب هذا العالم، وما هي مواصفات هذه الرسالة الإعلامية التي قد تكون فيلما وثائقيا وقد تكون رسالة من شعبنا الفلسطيني الذي يعيش مظلومية طويلة وممتدة منذ 70 عاما. هذا الموضوع سأناقشه مع ضيفي في الأستوديو الدكتور عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالمغرب ورئيس الجمعية المغربية للدراسات الإعلامية والأفلام الوثائقية، بعد أن نتابع هذا التقرير فابقوا معنا.
في صورتها الثالثة تخرج فلسطين إلى سماء الإعلام الواسع كي تبرز عدالة قضيتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر لقاء دولي تحت عنوان فلسطين تخاطب العالم من خلال مؤتمر دولي دعا إليه منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال نخبة من الإعلاميين بالإضافة إلى مجموعة من كبار المفكرين والشخصيات الإعلامية والأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، خاصة أنه بتشبك كل الناس لمعرفة القضية الفلسطينية بكل جوانبها، من ناحية اللاجئين الفلسطينيين، من ناحية قضايا الأسرى، من ناحية قديش الإعلام مهتم في كل القضايا اللي بتتعلق في اللاجئين الفلسطينيين أو القضية الفلسطينية بشكل عام. ويرى المشاركون أن مؤتمر تواصل هو فرصة للقاء العاملين في مجال الإعلام على اختلاف تخصصاتهم لتبادل الخبرات وتعميق التواصل من أجل خدمة فلسطين وقضيتها العادلة في الإعلام العربي والدولي، حيث أن تنوع المشاركين ما بين الإعلاميين والكتاب ورؤساء الصحف ومديري الإذاعات ومحطات التلفزة والمراسلين والمصورين والفنانين والمخرجين يعطي زخما وأبعادا أكثر شمولية لقضية فلسطين. تناول المؤتمر طرق مواجهة ماكينة الإعلام الإسرائيلي ومناهضة التطبيع معه وآليات تطوير الإعلام المقاوم المستهدف من قبل طائرات ودبابات الاحتلال كقناة الأقصى الفضائية التي دمرت كليا للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لإسكات صوتها الإعلامي الحر. نحن من خلال فضائية الأقصى نحاول أن نجدد رسالتنا للعالم بأنه ينبغي إعادة بناء فضائية الأقصى وتوصيل صوتها مجددا من مقرها كما اعتادت وكما كانت بيتا للكل الوطني خصوصا خلال الأعوام الأخيرة. نأمل أن يكون لقاء تواصل القادم في مكان لا يقل أهمية عن إسطنبول، وليكن إن شاء الله غزة، وليكن آمالنا وطموحنا أكبر إن شاء الله يكون تواصل برقم قريب أيضا في القدس. انقضى المؤتمر الذي جرى يومي 17 و18 من الشهر الحالي بفندق بولمان باسطنبول، وخرج المشاركون بتوصيات تدعو إلى دعم القضية الفلسطينية عبر الاستمرار في تفعيل حضورها في المحافل الدولية ودفع صناع القرار إلى تحمل مسؤولياتهم في تحقيق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني على أرضه. أهلا بكم إذن إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين، وفي هذه الحلقة نناقش موضوعا مهما هو ما تعقده منتدى أو ما يعقده منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال تواصل، يعقد مؤتمرا إعلاميا كبيرا يحمل عنوان فلسطين تخاطب العالم. وهذا المؤتمر السنوي في كل مرة يحمل عنوانا جديدا ويستحضر قضية مهمة من قضايا الإعلام ومن قضايا فلسطين، ويستضيف كوكبة كبيرة ومتميزة بمئات الصحفيين والإعلاميين من أصقاع العالم. في هذا المؤتمر هناك قرابة أو أكثر من 800 صحفي وإعلامي من أصقاع العالم العربي والإسلامي والغرب وأمريكا أيضا، يتحدثون في هذه الأيام عن فلسطين ودورها في مخاطبة العالم، ما أدواتها إلى ذلك، ما المهارات التي يجب أن تتحلى بها، وكثير في الحقيقة من التفاصيل المهمة التي استمعنا ونستمع إليها. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف معنا في الأستوديو الدكتور عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالمغرب ورئيس الجمعية المغربية للدراسات الإعلامية والأفلام الوثائقية. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الله في هذا اللقاء لمناقشة هذا الموضوع. شكرا، ويشرفني أن أكون في هذا اللقاء. عسى إن شاء الله أن نضيف لبنة من المفاهيم التي تبني طبيعة كيف يمكن لفلسطين أن تخاطب العالم. نعم، أشكرك دكتور. نعم، على حضورك. وفي الحقيقة أنا دائما ما أتساءل عن أهمية انعقاد مؤتمرات من هذا النوع، مؤتمرات تتحدث عن فلسطين في الإعلام أو تتحدث عن الأدوار المطلوبة إعلاميا وتجمع كل هذه القوى الإعلامية والخبرات الإعلامية تحت سقف واحد. ما أهمية انعقاد مؤتمرات من هذا النوع في البداية قبل أن نخوض في تفاصيل مؤتمر هذا العام؟ نعم، أهمية انعقاد المؤتمرات قبل الدخول إلى طبيعة القضية الفلسطينية أو مؤتمر متعلق بمجال القضية الفلسطينية أو القضية أو فلسطين، المؤتمر في حقيقته ينبني على مستوى أن يكون عبارة عن مركز لتبادل الأفكار، تبادل الخبرات، محاولة الوصول إلى مجموعة من الأشياء التي تكون مشتتة لتوحيدها ومحاولة الوصول إلى نتيجة معينة. مؤتمر بهذا الحجم ألا وهو المنتدى الدولي
المنتدى الفلسطيني الدولي للإعلام والاتصال، كما أشرت سابقا في مقدمتك على أنه يطرح جوانب مهمة من الالتقاء الإعلاميين على مستوى بقاع العالم يتحدثون في خطاب واحد، ألا وهو خطاب الإعلام، كيف يمكن لهذا الإعلام أن يرتبط بقضية معينة هي قضية فلسطين. طبعا سيتساءل البعض لماذا كل هذا من أجل قضية فلسطين. قضية فلسطين هي قضية الجوهر في العالم الإسلامي وقضية العالم بأسره، وإذا تحدثنا عن البؤر التي ينبني عليها الصراع العالمي في معدل الحروب، في معدل انتهاكات حقوق الإنسان، في معدل كل شيء، هي الشرق الأوسط على قلبها فلسطين. أي بمعنى آخر، أن يعقد مثل هذا المنتدى يتم نفض الغبار على بعض الجوانب المهمة في مجالات حقوق الإنسان، في مجالات تبليغ رسالة فلسطين باعتبارها هي رسالة إنسانية قبل أن تكون رسالة حربية كما يشار إليها من طرف الإعلام الإسرائيلي. إذن بمعنى آخر، أن انعقاد مثل هذا المؤتمر أو غيره من المؤتمرات هو جمع الجهود ومحاولة توحيدها نحو هدف، والهدف الذي يسعى إليه المنتدى كما أشرنا في الكثير من اللقاءات على مستوى تبادل الخبرات وتبادل الأفكار، ألا تبقى القضية الفلسطينية مقرونة في هذا البعد التبريري الذي يبين كيف أن الفلسطينيين يعانون، الفلسطينيين مضطهدون، النازحون، المخيمات، هذا كله عبارة عن شكوى. الآن ينبغي الانتقال في مرحلة الخطاب إلى توجه قضية الفلسطين في الإعلام إلى خطاب البناء، خطاب البديل، خطاب الاستراتيجيات، خطاب محاولة تحديد معالم هذه القضية بما يخدم الرؤية الموحدة المبنية على الإنسانية، المبنية على التوافق، المبنية على استرجاع الحق لأهله ومحافظة هؤلاء الأهل على حقوق الغير كما أشارت إلى ذلك الشريعة الإسلامية. وكانك تشير دكتور إلى أهمية أنسنت القضية الفلسطينية من ناحية أخرى. أنسنت القضية الفلسطينية، نعم. لماذا الأنسنة؟ أليس في الدنيا خير من كلمة تفرج بها عن ملهوف أو رغيف تشبع به كبدا جائعا؟ الإنسان هو المحور الأساسي في الدنيا. طبعا الجانب الأساسي في القضية الفلسطينية لماذا نأخذ فيه بعد الأنسنة؟ نأخذ فيه بعد الأنسنة لأننا نريد أن نبلغ العالم أن رسالة قضيتنا الفلسطينية من المغرب إلى المشرق، من المحيط إلى الخليج، ليست قضية صراع بالنسبة لما يروج، هي قضية حق، والجانب الحق هو الذي يحكم طبيعة استرداد الحق. بمعنى آخر، أن هناك من استلب أرضا ليست من حقه تحت غطاء نحن شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، وهو معادلة خاطئة كما أشارت إلى ذلك غولدا مائير، بل الصواب أن يقال هناك شعب بأرض قد يستقبل شعب بلا أرض تحت غطاء الإنسانية، وقد يكون في توافق معين ولكن تحت غطاء السيادة في مفهوم القانون الدولي، تحت غطاء دولة فلسطينية لها شرعيتها وحدودها التي بنيت على مسار التاريخ وليس الاستلاب. فلهذا نبتعد عن طبيعة دائما ما يروج في الخطاب أن هناك صراع، هناك لا، هناك حق ينبغي استرداده، هذا ما نقصده وهذا ما نعطيه البعد الإنساني لكي نحافظ على هذا الحق بالقانون، بالشرعية الدولية، بالحق الداخلي، بالحق الخارجي بالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة لنا نحن في الانتساب إلى مستوى العروبة أو الانتساب إلى الدين الإسلامي. يمكن أن نقول تحت غطاء الأخوة المشتركة أننا ندعو إلى أن تكون القضية الفلسطينية قضية حق وليست قضية صراع. ما المطلوب من الإعلام الفلسطيني كي يصل إلى هذه الصورة التي تبدو يعني بالشكل الذي تفضلت به؟ أن ينتقل من مرحلة التبرير. 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 نعم. ماذا نقصد بالتبرير؟ في الكثير من القضايا الفلسطينية التي تعالج على مستوى البرامج على مستوى حتى الخطابات الرسمية في التلفزيونات أو الإذاعات هي أن ما يسمى بالتوصيف، هذا التوصيف تحت غطاء التبرير. ماذا أقصد بهذين المصطلحين؟ لقد قام المحتل الصهيوني بهدم المنازل، المبرر أن حركة حماس قامت بتهديد الغطاء الصهيوني. لقد قامت، يعني عبارة عن شيء دائما ما يتراكم، ما يكرر منذ أن بدأ الصراع على مستوى طبيعة القضية الفلسطينية. متى يمكن للخطاب الفلسطيني أن يخاطب العالم بلغة وأن يخاطب الداخل بلغة؟ ماذا نقصد بالداخل؟ أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين لوحدهم، هي قضية الجميع، وكل من يعتقد بالدين الإسلامي ينظر إلى تلك البقعة على أنها بقعة منسوبة في قرآننا بقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي هناك عمق عقدي. هذا العمق العقدي ليس فيه صراع بقدر ما فيه تبني طبيعة الانتماء وطبيعة الولوج الروحي لذلك العالم المبني على مستوى بوابة السماء. أي بمعنى آخر، أن كل إنسان مسلم معني بهذا الموضوع، إذن هذا خطاب
هناك خطاب آخر هو الشرعية القوانين الدولية التي تنظم طبيعة ما يوجد في أرض فلسطين. ما يوجد في أرض فلسطين هو خارج عن نطاق الشرعية الدولية، منتهك لحقوق الإنسان تحت غطاء محتل، منتهك للإنسانية كما أشرنا سابقا تحت غطاء عدم احترام حقوق الإنسان، منتهك للشرعية الدولية في الدخول في حدود الآخر في الكثير من المواطن التي ليست لها أي علاقة بماذا؟ بمفهوم الشرعية أو بمفهوم الحق. نعم. طيب، أهمية انعقاد مؤتمر من نوعية هذا المؤتمر الذي يحمل اسم أو موسوم بفلسطين تخاطب العالم، ما يعني ما حاجة فلسطين إلى خطاب العالم؟ وأي خطاب يريد أن يسمعه العالم عن فلسطين؟ بل أي خطاب يجب أن تسمعه فلسطين، أن تسمعه فلسطين للعالم؟ في الغالب الأعم أن الخطاب الذي يروج في الكثير من الدول حول فلسطين وتتبناه يعني المنابر الإعلامية الفلسطينية هو يستعطف الجانب الآخر لكي يكون طرفا متعاطفا مع القضية، وهذا في شقه فيه خطأ. هذه ليست قضية العواطف، هذه قضية العقل والشرعية والحق الإنساني. العقل أن في أرض احتلها مغتصب، من ناحية القانونية أنها مخالفة، كل هذه الأشياء مخالفة للشرعية القانونية التي تحمي سيادة الدول. بمنطق الاستعمار منحت وعود لمجموعة من الناس لإنشاء وطن، هذا الوطن تم إقحامه في اختلاف تام مع المواثيق الدولية. النقطة الثالثة هي أن فلسطين إذا أرادت أن تخاطب العالم في لغتها، أن تعتمد مثل هذه المؤتمرات، أن تتوحد جهود معينة في استثمار مستجدات طبيعة الترويج الإعلامي المعاصر. الآن وسائل الإعلامية المعاصرة أصبحت تعرف نسب كبيرة جدا على مستوى الاندماج الإنساني فيها، سواء كان واتساب، فيسبوك أو غير ذلك من الوسائل الاجتماعية أو المنصات الرقمية. مثل هذه الخطابات المعاصرة هي التي ينبغي أن تستثمر، تستثمر من الناحية الآلية باعتبارها آلة مكونة لمجموعة من المفاهيم، وتستثمر من ناحية الضمنية أي المضامين، أن تعتمد مجموعة من المضامين التي ترتبط في شقين، الشق الأول هو مضمون الهوية المرتبط بالتاريخ، والشق الثاني هو المطالبة بالحق، بكيف يمكن استرجاع هذا الحق باعتماد المواثيق الدولية وباعتماد الحق المشروع في المقاومة إلى غير ذلك. نحن بحاجة إلى إعلام فلسطيني متخصص محترف، أنت تتحدث عن قضايا وعن مفاهيم دقيقة دكتور، وبالتالي نحن أمام قضية في الحقيقة تبدو يعني صعبة. حتى الآن ربما الإعلام الفلسطيني لم يصل إلى هذا المستوى، لكن دعنا نستوضح أكثر عن طبيعة هذا المؤتمر وعن محتواه ومضامينه من خلال الأستاذ بلال خليل المدير التنفيذي لمنتدى تواصل أو منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال تواصل. أرحب بك معنا أستاذ بلال في هذه الحلقة. مساء الخير، مرحبا بك وبضيفك الكريم دكتور عبد الله. مرحبا بك أستاذ بلال. طبعا يعني دعني أتساءل أنا دكتور عبد الله، تسألته سؤالا يعني أعيده عليك مرة أخرى لأنكم يعني الجهة المخولة بالإجابة عن هذا المؤتمر الذي يحمل هذا العنوان. نحن دخلنا في الحديث عن المضامين والمفاهيم في مسألة أهمية هذا المؤتمر وأهمية اختيار هذا الاسم فلسطين تخاطب العالم، ما هي رسالتكم من هذا المؤتمر في عامكم هذا؟ تواصل ثلاثة هذا العام هو استمرار لما بدأنا به في تواصل واحد واثنين، الذي نريد من خلاله أن نقدم رسالة إلى كل العالم بأن فلسطين هي قضية حق، يجب على وسائل الإعلام العالمية أن تتبناها بشكل جيد وبشكل حقيقي. بالتأكيد فلسطين عندما يطلب منها أن تخاطب العالم، المطلوب منها أن تقدم روايتها في مواجهة الدعاية الإسرائيلية الكاذبة التي لطالما دعمتها الكثير من المؤسسات واللوبيات الإعلامية العملاقة من أجل تقديم رواية أو دعاية أبعد ما تكون عن الحقيقة. لذلك كان لابد من أن نعمل على تطوير روايتنا، تقديم خطابنا بشكل أفضل. لذلك كانت فلسطين تخاطب العالم في تواصل ثلاثة، الذي بفضل الله عز وجل نستطيع أن نقول أننا نجحنا إلى حد ما في وضع أسس على الأقل جيدة لخطاب أفضل لهذا العالم مترامي الأطراف. نعم، يبدو أن هناك مشاركة واسعة في هذا المؤتمر ومتنوعة أيضا.
صحيح الحمد لله ضيوفنا اليوم كانوا وصل عدد الضيوف حوالي 800 إعلامي من حوالي 65 دولة حول العالم يمثلون عدد كبير من المؤسسات الإعلامية. هذا العدد الكبير من الدول المشاركة والإعلاميين المشاركين هو فرصة حقيقية لتشبيك علاقات جيدة بين هذه المؤسسات وهؤلاء الإعلاميين المحبين لفلسطين والمتشبثين والمتمسكين بتقديم رواية عادلة عن فلسطين لتوحيد الجهود وصياغة خطاب إعلامي فلسطيني عالمي جديد. يعني ما أهم المضامين التي تحدث عنها المؤتمر في يومه الأول؟ اليوم كان عندنا ندوتين مهمتين، الأولى في ناقشت فلسطين في الإعلام العالمي، حاولنا من خلالها دراسة أبعاد تغطيات الإعلامية العالمية للقضية الفلسطينية في شتى أنواع الإعلام المرئي المسموع والمقروء وحتى في الإعلام الرقمي. وكانت الندوة الثانية في آليات تطوير هذا الخطاب سواء على مستوى الأدوات أو على مستوى المضمون، بالتأكيد إضافة إلى عدد من ورش العمل التي ناقشت قضايا التطبيع الإعلامي وقضايا صياغة خطاب خاص بكل منطقة من مناطق وشعوب الأرض. واختتم هذا اليوم بحفل إطلاق إعلان الفائزين في جائزة الإبداع الإعلامي من أجل فلسطين في دورته الأولى، دورة الشهيد ناجي العلي. سنأتي إلى هذا الموضوع، موضوع الجائزة، ولكن بعد قليل ابقى معي أستاذ بلال من إسطنبول. دكتور، يعني عند الحديث عن نوعية المشاركين هذا يشير إلى أن الفلسطينيين والقائمين على الإعلام الفلسطيني بالمستويات الرسمية والشعبية والمنظمات الموجودة يدركون أهمية أن نتقن مخاطبة العالم بلغته بثقافته بالاستماع إليه وبإسماعه هذا الصوت الفلسطيني. هل تعتقد أن حضور هذه النوعية من المشاركين تساهم فعلا في التعريف بقضية فلسطين على النحو المطلوب؟ طبعا هو عندما يشارك معك الآخر أو الغير، لا نقول الآخر، الغير الفلسطيني، الغير العربي، طبعا هي رسالة لكل إنسان، رسالة معينة في الحياة يتبناها على مستوى طبيعة وجود حق معين لطرف معين. القضية الفلسطينية هي حق إنساني كما أشرت سابقا، أي بمعنى آخر أن ذلك الشخص المعني الذي يأتي إلى المؤتمر أو يكون داخل فعاليات أنشطة التعريف بالقضية الفلسطينية يعتبر سفير للقضية. كلما حمل فكرة إلا وقام بترويجها بحسب ما يستطيع، أن نرفع اللبس عن طبيعة الذي يروج في الإعلام أو في القوى الإعلامية الكبيرة التي تروج الشرعية الديمقراطية للمحتل، وأنه بالعكس هو الذي يحافظ على توازن المنطقة فيما يتعلق بالرسالة الحضارية للغرب إلى غير ذلك. فعندما نقف على هؤلاء نعتمدهم يعتمدون كسفراء لما تحمله الحقيقة في القضية الفلسطينية دون الاعتماد على الترويج الكاذب للصورة المغايرة لما هو حقيقي. أضرب لك نموذج. يحكى في المؤتمر أن في جلسة من الجلسات العامة أن شباب قاموا بزيارة من بريطانيا ومن أمريكا، وعندما يقومون بزيارة فلسطين ويرون على أن الجوار أمام المستوطن اليهودي، يعني صاحب الأرض الفلسطيني يبني يعني شعارا، يبني جدارا من أجل حمايته حتى لا يلقى عليه الأزبال والأحجار والكل، ما يعني هذا حقيقة. إذا تمت غفله عن ترويج إعلامي يبنى على مستوى ترويج الحقيقة الأرضية من خلال هؤلاء السفراء. فلهذا نحن ندعو أن الانفتاح على الآخر وترويج قضية الفلسطينية بناء على لغة الآخر، لأن لغته لغة قلبية عقلية تفهم من خلال ما يراه مشاهدة، ولغة الصورة تأخذ في المساحة الذهنية 3 سنوات. نعم. هل تعتقد أن الفلسطينيين أتقنوا هذه النقطة أو هذه الطريقة في التعامل؟ طبعا مؤخرا مثلا كما أشار الأستاذ بلال، تواصل 3800 إعلامي على مستوى بقاع العالم لهم يعني توجه ولهم رسالة ولهم تصور ولهم رؤية، ومن لا يعرف أو لم يشغل على القضية الفلسطينية أو سبق له أن عرف القضية الفلسطينية إلا من خلال الرسائل الإعلامية الموجهة من طرف القنوات التي هي في بلاده أو الغربية عموما، الآن عندما يأتي إلى مثل هذا المؤتمر يرى بعض الحقائق التي ليست فيها ما يسمى بشحن العواطف. لا، هذه حقيقة،
أن تنقل كما هي أو أن لا تقتنع بها، ولا نعمد على أن تكون هي رسالة موجهة أو توجيهك تحت غطاء برمجة معينة فيما يتعلق بالبرمجة الإنسانية. لا، هذه هي رسالة نسعى إلى تحقيق بعض الأخطاء من خلال حضور العيني للناس داخل المؤتمر بأن يكونوا عبارة عن أصحاب رسالة يحملونها من المؤتمر ليصححوا بها مفاهيم مرتبطة بالقضية الفلسطينية. نعم، أشكر الدكتور، سأعود لك مرة أخرى. أستاذ بلال من إسطنبول، هناك في المؤتمر جائزة أطلقتم عليها، جائزة الإبداع الإعلامي، الإبداع الإعلامي من أجل فلسطين، وهناك قرابة 400 فيلم وثائقي قدمت للمشاركة في هذه الجائزة، ويجب أن يكون هناك 3 أفلام بطبيعة الحال فائزة، وفيلم تكريمي آخر أطلقتم عليه فيلم يعني يتعلق بالشهيد الفلسطيني من أجل قضيته. على كل الأحوال هذا جهد في الحقيقة عظيم جدا، ويحتاج إلى ماكينة عمل كبيرة، وعدد المشاركات توحي أن هناك اهتماما هائلا بهذه القضية. هل تطلعنا على مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص؟ جائزة الإبداع الإعلامي من أجل فلسطين هي مشروع من أحد برامج أو مشاريع المنتدى، تم الإعلان عنه من حوالي 2 سنين في تواصل 2، وكان يهدف إلى تطوير أداء الإعلاميين الفلسطينيين والعرب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتشجيعهم وتحفيزهم لتقديم مواد أكثر إبداعاً. جائزة الإبداع الإعلامي لم تختص فقط بالأفلام، وإنما تقدم لها كل أنواع العمل الإعلامي عن فلسطين. الشرط الوحيد أن يكون العمل الإعلامي فلسطيني عن فلسطين وإبداعياً. 400 عمل تنوعت بين كل الأنواع، وأستطيع أن أقول أن هذا الشباب العربي والفلسطيني وحتى شباب الغربي المؤمن بقضية فلسطين هو شعب مبدع يستطيع، وشباب مبدع يستطيع أن يقدم الكثير لهذه القضية بشتى وسائل التواصل الاجتماعي، بشتى أنواع الإعلام المتاحة. حتى يعني مرت معنا من خلال أعمال 400 التي تقدمت أفكار إبداعية جدا. إذا كل هؤلاء لديهم فرصة أن يقدموا الكثير عن فلسطين. كل شخص يعمل في الإعلام من طرفه يستطيع أن يقدم شيء بطرق مختلفة، طرق مبتكرة. لذلك كانت جائزة الشهيد ناجي العلي هذه المرة لتحفيز هؤلاء على تقديم أفضل، واليوم تم الإعلان عن الفائزين 3 بالجائزة. نعم دكتور، أنتم عضو في هذه اللجنة، لجنة منح الجائزة، من خلال مشاهدتكم للأفلام المشاركة ولطبيعتها والقضايا التي تطرحها، بماذا أوحت لكم؟ أوحت لنا أولا على أنها سميت على مسماها جائزة الإبداع، فلم تكن مقتصرة فقط على الأفلام الوثائقية كما أشير، وإنما كانت كل ما له علاقة بالإبداع. فقط ابتعدنا عن الخط الكتابة القصصية وخط الكتابة الأدبية، أما كل ما له علاقة بالصورة تبنيناه، فكانت عبارة عن مواقع تفاعلية، عبارة عن وكالة أنباء، عبارة عن أفل شرائط وثائقية صغيرة طويلة قصيرة، كانت مجموعة من الألعاب، ألعاب الجيم يعني الإلكترونية، في كذلك رسوم متحركة معبرة لها ارتباط بجانب طبيعة الإبداع، أي أننا لم نقصر المفهوم على الأفلام الوثائقية. فلهذا سميت بدقة تحت غطاء جائزة الإبداع الإعلامي. اللجنة قامت بالتنسيق مع إدارة المؤسسة، والأستاذ بلال مشكور كان ساهرا على هذا الموضوع بكل صدق وليس مجاملة، لا لأنني أريد أن أحييه على هذا المنبر. فكان هذا الموضوع مرتبط بجانب الدقة في مفهوم الإبداع، فكانت متنوعة. عرض علينا 400 عمل، فقمنا بالتصنيف مع تنسيق مع الإدارة الأستاذ بلال بهذه الأعمال، وصلنا إلى 150 التي يمكن أن نقوم بالسهر عليها لمعرفتها. سهرنا طيلة السنة على 150 عمل مع التنسيق مع إدارة المنتدى، خلصنا إلى 10 أفلام، 10 أعمال عفوا مختلفة. الذين أخذوا الجوائز لعبة تحت يعني غطاء الجيم، تحكي قصة طفلة تقوم باللعب على مستوى الوصول إلى مرتبة معينة، في حين أن الآلية العسكرية تحارب هذه الطفلة في عدم الوصول. لقد تفاعل كبير من الناحية العالمية. على أبل كما فهمنا. نعم. أبل رفض في الأول أن يأخذ هذه اللعبة بحكم أن طبيعة المفهوم اللعبة إشاعة
مهم هذا التصور من الناحية التي رآها أبل، لكن بالمقابل الضغط الشعبي والضغط الذين يمارسون هذه الألعاب ضغط على أبل فتبناها أبل لأنها وجد نفسه محرج ترويجا دعائيا. على كل حال فيلم وثائقي، فيلم آخر كرتوني إلى غير ذلك. إذن الإبداع في تبليغ رسالة الإعلام الفلسطيني هي مساحة واسعة. يقال أن الفكرة تعادل صورة واحدة، والصورة تأخذ من المساحة الذهنية 3 سنوات فأكثر. فإذا خاطبنا العالم بلغة الصورة نكون أصدق، وإذا حاولنا تمرير الرسالة بكل ما الفئات العمرية، أن يعني الطفل إذا جلس أمام الوثائقي لن يفهم رسالته حول القضية الفلسطينية. أي إذا الإبداع مقرون أن يكون معالجة هذه القضية بجميع الوسائل التي تبنى عليها مراحل تنشئة القناعات حول مخاطبة العالم في قضية الإنسان الفلسطيني وقضية الفلسطينيين الذين أصبحوا في الشتات العالمي دون أن يعرف هذا العالم قضيتهم أنها قضية حق. يعني ما مواصفات العمل الذي يجب أن يكون مقنعا وموضوعيا ويوصل هذه الرسالة؟ بكل صراحة هذا سؤال كبير جدا. نعم عارف. ودقيق، يعني لن يقتصر جملة واحدة في الإجابة عنها، لكن أنا أشير أن العمل الفلسطيني يحتاج إلى 3 أشياء. الأولى الإتقان، الثانية الصدق، الثالثة الإخلاص لهذه القضية. من كان يريد المتاجرة فهناك سبل أخرى في التجارة أفضل من القضية الفلسطينية. إذن فليوحي لنفسه أن يعطي لها صبغة الإخلاص. الجانب الثاني أو الجانب الذي أشرت إليه ثانيا هو مفهوم الإتقان، والإتقان ينبغي أن يكون بأن يستثمر الإنسان كل وسائله التي هي وسائل متطورة في مجال الصناعة الإعلامية، أن يستثمر هذه المجالات بمحاولة تبليغ المضمون ومحاولة توجيه الرسالة إلى المتلقي الذي هو المرسل إليه بما يتوافق مع بنائه الفكري ومع بنائه القناعات المرتبط بدولته التي يعيش فيها. نعم أستاذ بلال من إسطنبول، هناك أيضا جانب مهم في هذا المؤتمر كما لاحظنا، وهو اهتمامكم بالتدريب وخاصة بشريحة الشباب من طلاب الجامعات كليات الإعلام والصحافة، وكذلك من العاملين في مجال الإعلام والذين هم في بداية حياتهم المهنية. ما الذي دفعكم للاهتمام بهذا الجانب؟ كما تحدثت قبل قليل في الجائزة، بطبيعة الحال المنتدى لديه استراتيجية واضحة في عمله. نحن نعمل على نوعين مخصصين من الأعمال. النوع الأول هو تطوير المضمون الإعلامي الفلسطيني والمساعدة على تطويره، والنوع الثاني هو تطوير ودعم الإعلامي أو صانع هذا المضمون. الجائزة والتدريب الإعلامي الذي نقدمه الاثنين يندرجان تحت البند الثاني، وهو تطوير الإعلامي نفسه لمساعدته على تقديم الرواية الفلسطينية بشكل أفضل. التدريب الذي نعمل على تقديمه ينقسم أيضا إلى قسمين، قسم فني يتعلق بتمليك هذا الإعلامي أدوات فنية تساعده فعلا على تقديم المحتوى بشكل إبداعي، تقديمه بشكل أكثر عصرية، تقديمه بشكل أكثر احترافية. والشق الثاني من التدريب هو تدريبه على كيفية صياغة هذه المضامين بأساليب جديدة، بأساليب مبتكرة، وتمكينه وإيصال كافة المضامين الصحيحة له، سواء التاريخية أو الجغرافية أو حتى السياسية عن القضية الفلسطينية. نعم دكتور عبد الله، يعني أحيانا يفكر البعض من أرباب الإعلام الفلسطيني أنه لا فائدة بمخاطبة العالم أو بمحاولة مخاطبة العالم، لأن هناك ماكنة إعلامية ضخمة وجبارة صهيونية تعمل في الغرب وفي أمريكا، ولا طاقة لنا كفلسطينيين وحتى كعرب بمقاومة هذه الماكنة التي سيطرت على العقل الغربي والعقل الأمريكي، وبالتالي نحن نقوم بجهد يعني لا يأتي بنتائج جيدة. ما رأيك في هذا؟ هذا من صبغة الإنسان الذي هو خلق الإنسان عجولة. الاستعجال في استحضار النتائج ليس معني. الآن إذا كان هناك إيقاد للضمير الجمعي الذي ينبني حول هدف واحد، يمكن بعد 20-50 سنة أن يكون جيل في العالم يستوعب
أن هذا الحق ليس مشروطا أن تحل القضية الفلسطينية في عهدنا أو في العهد الذي يلينا، الله أعلم، ولكن المشروط هو المهنية فيما يتعلق بجانب ممارسة جوانب إعلامية مرتبطة بالخطاب الفلسطيني، أي أن يكون هناك مهنية في المتابعة. الأستاذة روان الضامن أبدعت مجموعة من البرامج الإعلامية الوثائقية عندها أثر كبير في تغيير الرأي العام العالمي على مستوى شرائح من السياسيين الذين الآن أصبحوا يستدعونها لإلقاء عروض حول فيلمها النكبة مثلا. هناك مثلا بعض الإعلاميين العرب الذين ساهموا من خلال مجهوداتهم وعلاقاتهم الدولية في التعريف بالقضية الفلسطينية، وتم تغيير مجموعة من الآراء المتعصبة حول نصرة ديمقراطية إسرائيل، شرعية إسرائيل، حق إسرائيل، إلى الرجوع عن هذه المطالب في كتاباتهم، في تصوراتهم، في منابرهم، أنه ليس هناك هذا الحق وأن هذا وهم من خلال البذرة، من خلال زرع هذه البذرة ومحاولة دعمها لكي تصبح شجرة بفروعها تضل حق الفلسطينيين في استرجاع حقهم. لكن إذا قلنا مثل هذا الكلام سنعيده بعد 20 سنة، وبعد 20 سنة سيجلس من يخلفنا هنا ويقول نفس الكلام وهكذا. لا، ينبغي أن تبقى العجلة دائرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه ما ضاع حق وراءه طالب، وطالب هذا الحق ليس له ابتعاد عن شرعية، شرعية الإنسان، شرعية الأرض، شرعية القانون، وشرعية المعتقد. إذا توفرت هذه الشروط فليكن على علم أنه سيصل إلى حقه كيفما كانت الترسانة الإعلامية الغربية. والترسانة الإعلامية الغربية بكل صراحة ليس كلها ظلمة، فيها من الناس من يتبنون الحقيقة كما هي، وفيها من الناس من يرفضون الخط التحريري للمنبر الإعلامي الذي يشغلون فيه ويضعون الأقلام أو يضعون الكاميرات ويقولون لن نساهم في إفساد الحقيقة التي هي مبنية على اضطهاد إنسان يعيش في أرضه. ورأينا الكثير من المواطن. إذن ما ينبغي أن يفعل هو أن الذين يحملون طبيعة هذه الرسالة أن يعوا هذه الرسالة بقلوبهم وعقولهم والإتقان، وأن يكون هناك تميز على مستوى تبليغ هذه الرسالة. وكما أشرت سابقا ولازلت أكررها، ليس على سبيل الشكوى، ولكن على سبيل أن الإنسان الفلسطيني خلق ليحيا وليس خلق ليشكي. نعم أستاذ بلال، يعني في هذا المؤتمر الذي احتاج منكم جهدا كبيرا، هل نستطيع أن نقول أنه حصل اختراق واضح لكثير من الوكالات والمؤسسات والشخصيات الإعلامية الغربية، وبالتالي تم التشبيك معها والعمل من أجل إيصال الرسالة الفلسطينية للعالم؟ نعم بالفعل، يعني الحمد لله لدينا أصبح علاقات أفضل خلال السنوات الأربعة الأخيرة بعد الجهد المتواصل من تواصل واحد إلى تواصل ثلاثة. لكن بالتأكيد هذا الجهد وهذه العلاقات وهذه التشبيكات التي وصلت حتى الآن لا نستطيع أن نقول أنها حققت اختراقات حقيقية أو أنها غيرت في استراتيجيات المؤسسات الإعلامية. نحن بالفعل نستطيع أن الآن أن نقول أننا بدأنا نخطو بالاتجاه الصحيح، بدأنا يعني نؤثر جزئيا، لكن تغيير استراتيجيات المؤسسات الإعلامية خاصة في ظل الحجم الكبير للدعاية الصهيونية الممولة بشكل عملاق من أباطرة المال حول العالم، بالتأكيد مواجهة هذه الإمبراطورية يحتاج إلى جهد كبير جدا، يحتاج إلى فترة طويلة جدا، لكن ما دمنا نسير في الاتجاه الصحيح فسنصل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أشكرك أستاذ بلال خليل، كنت معنا من مدينة إسطنبول، ونتمنى لكم التوفيق، المدير التنفيذي لمنتدى تواصل للإعلام والاتصال. دكتور، سؤال أخير أطرحه عليك. نحن تحدثنا كثيرا عن دور الإعلام الفلسطيني وأن هذا المؤتمر يقوم عليه إعلاميون فلسطينيون، طبعا بمشاركة عربية إسلامية واسعة لا شك، وأحرار العالم، لكن ثمة أشياء أخرى مطلوبة من الإعلام العربي في الحقيقة الذي يبدو غائبا إلى حد ما من هذا المشهد، يتمثل في الإعلام الرسمي ونحن نعرف تغطيته وبعض المؤسسات والصحف العربية المعروفة. الإعلام العربي في سؤال أخير في هذه الحلقة، ما المطلوب منه من أجل أن يشارك في هذه الحملة؟ الإعلام العربي مطلوب منه على الأقل أن يكون هناك مساهمة يومية فيما يتعلق بجانب هذه القضية، أو على الأقل خلق دقائق معينة مخصصة ولو لأسبوع لبرنامج معين يمثل القضية الفلسطينية، ولكن ليس كما قلت بهذه اللغة فقط. مثلا
أتمنى أن تخلق منابر، أن تخلق ساعات وثائقية تعتمد للتعريف بفلسطين تاريخيا. لماذا هذه الأرض؟ لماذا هذه البقعة؟ لماذا؟ هناك ارتباط غريب جدا بفلسطين فيما يتعلق بالحضارة الإسلامية، وكيف أن علماء المسلمين ساهموا بكل شيء في محاولة أن يزوروا بيت المقدس إلى غير ذلك. نحن في المغرب عندنا ما يسمى ببيت أو سور المغاربة أو باب المغاربة في القدس. لماذا سمي باب المغاربة؟ لأن دعوة صلاح الدين الأيوبي عندما ذهب الوفد المغربي الذين كانوا يحمون ثغور القدس من الهجوم الصليبي كانوا المغاربة. لماذا؟ لأنهم سموا بأهل ثغور، فكان لهم دور، ما يعني أن حتى العراق كان له دور، وحتى أي أن هناك مساهمة جماعية ارتبطت فيها مفاهيم العرق، ارتبطت فيها مفاهيم الدين، وارتبط فيها مفهوم الإنسان، حتى أن يعني مثلا بما أنني مغربي لابد أن أطرح نموذج الأمازيغ في المغرب، يعرفون أن القضية الفلسطينية قضيتهم الأولى. إذن بمعنى آخر تخيل كذلك في الجزائر، تخيل كذلك في تونس، يعني هناك ارتباط بهذه القضية. لو خصص ليس للشكوى، ليس للتبرير، أنا لازلت أركز على هذا المعنى. الكثير من الناس حتى في فلسطين لا يعرفون مفهوم فلسطين، لا يعرفون ما هي تلك الأرض وما حدود تلك الأرض، تاريخ تلك الأرض، الأنبياء الذين دفنوا فيها، الأنبياء الذين زاروها ولم يدفنوا فيها، الأنبياء الذين استوطنوا، من الذي، أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أما مجموعة من الأنبياء داخل المسجد، من في رحلة الإسراء والمعراج؟ يعني يعني الكثير من الأشياء مجهولة وهي من المسلمات في الموضوع. إذا ركزنا أن هذا الارتباط على مستوى طبيعة الهوية كما يركز الإعلام الإسرائيلي بمفهوم الهوية في ترسيخ ثقافة إسرائيل كوجود لنسلك أعطي أرض كنعان من النيل إلى الفرات، يعني هو مرتكز تاريخي أكثر منه عقدي تاريخي ويرتكزون عليه. فلهذا نحن إذا كانت عندنا فقرات تعتمد على ترويج الصورة ومحاولة تصحيح مسار طبيعة الأفكار المروجة عن فلسطين، نحن نعتمد هذه الأفكار ألا وهي هناك حق ضاع من أصحابه ينبغي أن يسترجع، ولكن لماذا هذا الحق ضاع من أصحابه؟ ولماذا ينبغي أن يسترجع؟ ولماذا لم يسترجع حتى الآن؟ ولماذا لم يسترجع حتى الآن؟ صدق. أشكرك جزيلا دكتور عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالمغرب، رئيس الجمعية المغربية للدراسات الإعلامية والأفلام الوثائقية، سعدنا جدا بحضوركم وبهذا الكلام الجميل. كما أشكر ضيفي الأستاذ بلال خليل مدير التنفيذي لمنتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال تواصل. ألتقيكم في فقرة أخرى بعون الله، السلام عليكم. أهلا بكم من جديد في زهرة المدائن لهذا الأسبوع. نتطلع أن نتعرف أكثر على مدينة القدس وعلى جوهرة هذه المدينة المباركة المقدسة، المسجد الأقصى المبارك. فلنتعرف على محتويات هذا المسجد وعلى أهميته، فإلى هناك. المسجد الأقصى أولى القبلتين، هو كل المساحة داخل السور، وتبلغ 144 ألف متر مربع، وتمثل سدس مساحة البلدة القديمة. للمسجد الأقصى أكثر من 200 معلم أثري تتنوع ما بين مصليات وقباب وأقبية ومصاطب للعلم وأبار ومدارس، منها قبة السلسلة وسبيل الكأس وقبة الميزان والرواق المغربي ومصاطب العلم والمدرسة الباسطية. وله أربع مآذن، هي مئذنة باب المغاربة، ومئذنة باب السلسلة، ومئذنة باب الغوانمة، ومئذنة باب الأصباط. من أكبر جوامعه الداخلية الجامع القبلي الذي بناه عمر بن الخطاب، والمصلى المرواني، ومسجد قبة الصخرة الذي يعتبر بقبته النادرة واحدا من أهم المعالم العمرانية المبهرة، وبناه عبد الملك بن مروان عام 66 هجرية. مسجد البراق قرب حائط البراق، والذي يدعي اليهود أحقيتهم فيه ويسمونه حائط المبكى ومسجد المغاربة. وللمسجد الأقصى 15 بابا، 10 منها مفتوحة، من أهمها باب المغاربة وباب الأصباط وباب الحديد وباب حطة. سيبقى المسجد الأقصى آية من القرآن، وسيبقى مباركا
وما حوله. مرحبا بكم من جديد في حكاية مدينة لهذا الأسبوع. نتعرف أكثر على مدينة جنين التي أطلقت عليها الكثير من الألقاب، ولكن كلها كانت ألقاب بطولة ورجولة وشرف في معارك الفداء الفلسطينية. فإلى هناك. مدينة جنين. تقع جنين شمال الضفة الغربية وتبعد 75 كيلو مترا عن القدس. تشرف على سهل مرج بن عامر، وهي خط التقاء الجبل والسهل والغور. يتربع قسم كبير من أبنيتها على تل عز الدين الواقع شرقي المدينة. أنشأها الكنعانيون باسم عين جيم في موقع جنين الحالية. فتحها المسلمون في القرن السابع الميلادي، وبقيت تحت حكمهم إلى أن وقعت تحت الاحتلال الصليبي. حررها صلاح الدين بعد معركة حطين، وفي عهد المماليك كانت من مراكز البريد الهامة، حيث ينطلق منها البريديون إلى دمشق وصفد وغزة فمصر، وكانت أيضا محطة للحمام الزاجل. خضعت المدينة للحكم العثماني عقب معركة مرج دابق، وقد تعرضت للنهب والحرق أثناء الحملة الفرنسية على فلسطين انتقاما من أهلها الذين حاربوا الفرنسيين بجانب الجيش العثماني في مرج بن عامر. احتل الإنجليز مدينة جنين عام 1890، كما تعرضت إلى الكثير من أعمال العنف والتنكيل والتخريب وهدم البيوت على أيدي القوات البريطانية. للمدينة سجل حافل بالنضال ضد الاستعمار البريطاني والصهيوني، حيث أعلن فيها عن أول قوة مسلحة ضد الانتداب عام 1935 للميلاد بقيادة عز الدين القسام. وقعت جنين تحت الاحتلال الصهيوني عام 1967، وأصبحت مركزا لمنطقة جنين التي يحكمها حاكم عسكري صهيوني بشكل مباشر. واقتطعت سلطات الاحتلال 100,000 دونم من أراضي جنين لبناء المستوطنات. توزعت هذه المستوطنات بشكل أحزمة تحيط بالمدينة والتجمعات السكانية لتقطع التواصل الجغرافي والسكاني وتسهل السيطرة على السكان. بعد أوسلو خضعت المدينة للسلطة الفلسطينية حتى عام 2002، حيث خاض مخيم جنين معركة بطولية بعد قيام القوات الصهيونية باقتحامه في عملية استمرت لعشرة أيام متواصلة استشهد فيها 58 فلسطينيا. يمتد جدار الفصل العنصري على طول 69 كيلومترا من أراضي جنين، ما أثر سلبا على 27 تجمعا فلسطينيا. من أبرز المعالم الأثرية في مدينة جنين كنيسة برقين والجامع الكبير وسط المدينة. وفي جنوبي المدينة مقبرة لشهداء الجيش العراقي. تقع في جنين خربة عابة ونفق بلعمة الذي يعتبر أعظم نفق مائي يتم الكشف عنه في فلسطين، إضافة إلى سوق قديمة يطلق عليها محليا اسم السيباط
كما اشتهرت جنين قديما بكثرة أشجار الزيتون. خرج من جنين قامات عظيمة من قامات الوطن، كان منهم القائد الشهيد يوسف أبو درة والشهيد أبو علي مصطفى. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.